أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من انكشاف العورة؟ نعم. يقول سلامك الله: إذا كنا على شاطئ البحر هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من انكشاف العورة؟ علاقة العورة بالوضوء، الوضوء ما فيه انكشاف عورة، توضؤون يصلون، والاستنجاء يقوم مقامه الاستجمار، يستجمرون استجمارا ملقيا ويكفي عنه، يكفي عن الاستنجاء بالماء ان كان هذا قصد السهم، والوضوء ما فيه انكشاف عورة. واذا كان قصدهم عليه الجنابه، عليه الجنابه يحتاج الى اغتسال، فهذا يستجمر، ياخذ درس جرام ولا يجعل ثوب ويغتسل من ورائه، يشوف مكان يغتسل وياخذ معه ماء، يغتسل في البحر ياخذ معه ماء، يروح المكان المغتسل او يبعد عن الماء يغتسل. اما للتيمم مع وجود الماء ما يجوز، ولا يغتسل عوره، يروح يبعد عنه او يغتسل بشجره او بثوب او بخيمه، نعم يغتسل.